على الجانب الاخر يا احمد برضو مجموعه كبيره من اللاعبين مشيوا من طلائع الجيش. البعض بيعتقد ان انت لما تمشي عمرو جمال او لما يمشي عمرو جمال ويمشي ناصر منسي وبقيه اللاعبين اللي هنتكلم عنهم، هل ده يقلل من حظوظ الفريق؟ هو التغيير ممكن يعمل ايه لو انت دفعت كتير في بدايه موسم بلعيبه، تعمل ربكه شويه، خاصه ان مشى من عنده 8 لعيبه. أوكي. هو جاب 15 صفقه ومشى من عنده 8 لعيب. مين الاسماء اللي مشت؟ اسماء برده كانت مؤثره، يعني ناصر منسي ده انا بشوفه من واحد من احسن المهاجمين في مصر بصراحه. ناصر منسي، عمرو مرعي، عمرو جمال، مصطفى جمال، احمد علاء، اسلام جمال، ابراهيم كوني، عيلة جمال وابراهيم كوني طبعا مش عيله ولا حاجه بصراحه، ابراهيم اكوني وتوني جوميز، يعني 8 لعيبه مشهم من طلائع الجيش. منهم مين اساسي؟ 7-8 بيلعبوا، يعني ناصر منسي اساسي، عمرو مرعي برضو من اللعيبه الاساسيه، عمرو جمال، مصطفى جمال، واحمد علاء، واسلام جمال، ست اساسيين. حتى ابراهيم اكوني كان له دور كان بينزل دايما احتياطي. فانت بتتكلم في 6 لعيبه اساسيه مشت وفي لعيبه جت، اللي يعني ده برضو لما نروح للشاشه هنستعرض التشكيل المتوقع بتاعهم بكره، هنلاقي ان في تغييرات ممكن في الخط الامامي وواحد في خط الدفاع بس. اوكي. لكن احمد علاء واسلام جمال بس هيدخل خالد سطوحي قديم، يعني وعنده خالد سطوحي بقى، ومحمد علي الجويني، يبقى اثنين مثلا مساكين، فالتغيير هتبقى واحده بس. قدام الخط الامامي الاثنين اللي قدام هيتغيروا. يعني انت عندك بتتكلم ان ناصر منسي مشى كان اساسي، وعمرو جمال كان اساسي مشى، الاثنين اللي هو كان اصلا بيعتمد عليهم في التمرير الطولي والكره الثانيه والقوه البدنيه والضربات الثابته لما كنا اتكلمنا عليه في ليله مباراه الاهلي والجيش. فانت مشى من عنده نجوم، ولكن برضه اعتقد انه هيطبق نفس السيستم ونفس النظام. انت عقليه مدرب واحده، النظام واحد، بيجيب صفقات طبعًا جديده، فده الفكره. مع دماغه وبرضه خط النص ثابت، يعني خط النص عنده ثابت. مهند لاشين مثلا كان في كلام ان هو رايح نادي الزمالك، ما راحش، قاعد. برضو فرانك يونجونجا، عمرو السيسي، الثلاثه اللي هم الاساسيين موجودين. وقوه وسط الملعب والثبات الموجود في وسط الملعب ده اعتقد ان هي هتديهم قوه. ولكن التغييرات الكتير اعتقد ان هي بهدف مبكر يفتح لنا المباراه باذن الله. يعني